عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. التغيير شي حاجة اللي مجهولة، ففاش كنبغيو نغيبوا واحد الحالة من حالة لحالة، يعني كنكونوا حنا عايشين في واحد المستوى، مثلا كنبغيو نغيبوا المستوى ديالنا، كنبغيو نغيبوا الخدمة ديالنا، كنبغيو نغيبوا مثلا مكان السكن ديالنا، أي حاجة كنبغيو نغيبوها فبالنسبة لنا شي حاجة اللي مجهولة. فالمجهول بالنسبة للعقل ديالنا شي حاجه اللي ما واضحاش، شي حاجه اللي فلو، فاش كتكون الحاجه ما واضحاش فكنخافوا منها بشكل يعني مباشر. ففاش كنبغيو نقوموا بواحد الخطوه لقدام ونبدلوا لا سيتوياسيون اللي حنا ما راضيينش بها على راسنا، ولا كنبغيو نحسنوا من راسنا، دماغنا كيرجعنا اللور. علاش؟ باش نبقاو في منطقه الراحه. منطقه الراحه يعني كتعني الحاجات اللي حنا مولفين كنديروها، الروتين اليومي ديالنا، هذاك الشيء حنا مولفين، واخا بعض المرات كيكون ماشي فائده ديالنا، كنقوموا ببعض الاعمال اللي ما كتزيدش بينا القدام وما كتخليناش نحقوا اهدافنا، ولكن كنقولوا معليش على الاقل انني انا كندير شي حاجه اللي مولفها وكنعرفها. فالخوف من التغيير شي حاجه طبيعيه كتكون في الايام الاولى فاش كنبغي نغيب، لانه العقل الباطن كيجاوبني لمنطقه الراحه وخاصني نقاومها وما نسمعش لهذاك الصوت الداخلي اللي كيقول لي انه خاصك ترجع للحاله السابقه ديالك. نستمر الى شفت انه التغيير غادي يكون صالحي نكمل فيه، واكيد من مع التجربه غادي يولي دماغنا غادي يولف. ودائما الانسان فاش كيبغي غير حياته ولا يغير اي حاجه، اي عاده سلبيه كنبغيو نغيبوها خاصنا نعطيوها الوقت ديالها اللي هو 21 يوم، بما العقل ديالنا تدرب على هذاك النمط الجديد والاسلوب ديال حياتنا.